إيجابية للأسواق والمؤسسات السياحية. استضافت أنديفر لبنان والجمعية الدولية للمدراء الماليين اللبنانيين لايف للسنة الثالثة على التوالي مؤتمرها العالمي السنوي جلوبال بزنس سامت، الذي جمع المئات من رواد الأعمال البارزين واللبنانيين المغتربين وكبار المستثمرين. وقد ركز المؤتمر على مناقشة آخر التحديات والفرص والاستراتيجيات الخاصة بالشركات الناشئة من لبنان والتي تشهد تطورا وتقدما على الصعيد العالمي. وتطرق خلاله رئيس الوزراء سعد الحريري في سياق مشاركته في نقاش عام مفتوح إلى القضايا الاقتصادية والتجارية. هذا وألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي خطابا شدد فيه على التعاون مع رواد الأعمال في لبنان. أعلنت المملكة العربية السعودية موازنتها لعام 2017 بإيرادات قدرها 600